مرحبا شباب الريبلز، معكم هيمو كوك. اليوم في عنا ثاني بطاقة مطورة بحد التسلا اللي هي الزاب المطور. بالفيديو الماضي فرجينا لكم احنا التسلا المطورة، واليوم في عنا الزاب المطور. خلينا نشوف لمحة سريعة كيف بيشتغل الزاب المطور. لو تشوفوا هنا تضرب الزاب 3 مرات راح يكون نفس الدمج بينه وبين الزاب العادي، نفس الضرر في المنطقة، نفس ضرر البرج، المدة زي ما هي، ولكن المدى راح يكبر نص تايل، لأنه هن 3 ضربات. أول ضربة راح تكون نفس المدى الزاب العادي، بعدين تكبر نص، بعدين كمان تكبر نص. وهسه راح نعمل لكم ايش تجارب. طبعا في عندنا 3 صواعق بدل صاعقة واحدة، راح نعمل هسه تجارب الزاب المطور على بطاقات هجومية عشان نشوف كيف الانتر اكشن بيناتهم. وبرضه كمان تسلا زي ما بتعرفوا راح تجينا برويال باس الألماسي بكرة يوم الثلاثاء ان شاء الله بعد صلاة العشاء تقريبا 7:30، راح نعمل لكم بطولة على 5 رويال باس ألماسي. اما الزاب المطور على الاغلب راح يكون نفس الموسم الماضي زي الوول بريكرز المطورين، راح تجيبهم ب $10 من المتجر، او ممكن تستخدم شظايا تطور. في عندنا هون شظية ممكن تشتريها، واذا انك انت مجمع الباقيين جيبها. عدد الدورات راح تكون 2 للزاب، وعلى الاغلب انه ممكن الناس تستخدمه لانه حاليا فاير بول مش مطوره ولا اسهم ولا الدلوج، بس يعني لحد هسه ممكن انه يكون في تزاحم على البطاقات المطوره. ممكن الزاب يلعب في بعض التشكيلات، ولكن ما اتوقع انه يعني راح يغني عن بعض البطاقات المطوره حاليا اللي الكل عم بيلعب فيها. انا شايف له بوتنشل من ناحيه بريدكشنات، حلو، لانه انت بس تطرش الزاب المطور اول ضربه عادي حتى لو انه انت كنت مسبق، لانه فينا كمان الضربه الثانيه والضربه الثالثه، فهذا الاشي راح يعمل لك بريدكشن للسكيتون ارمي للباتسيات المطورات. انا شايف له قوه من ناحيه البريدكشنات كثير راح يفيدك ممكن. بس راح نفرجيكم بعض التجارب على البطاقات الهجوميه. اول تجربه للزاب المطور راح يكون ضد البالون اذا في معك كانونير. الكانونير راح يكون جدا قوي قدام البالون، ولكن انا بدي اشوف هل بالزاب المطور بامكانه انه نشيل البالون بدون ما يدمج البرج. انا شايفه دام صراحة. فهون المفروض احط برج الاميرة، بس فينا هون كانونير. خلينا نشوف الزاب مع اوكي انا غلطت باول ضربة زاب، مش مشكلة عادي. مع برج الكانونير اتوقع انه بشيلهم لانه اخر 2 من البربيريانز اوكي اخذ ضربة واحدة، فبرضه كمان 2 اكسير مقابل 5 اكسير دفاع جدا قوي. انا شايف انه ها بلش يقوى الزاب معي هون. التجربة الثالثة ضد الفاير كراكر المطورة. هاي في عندنا هون اول انتراكشن كثير عجبني فعليا، هذا الانتراكشن جدا جميل. هسه خلينا نشوف لافا هان. طبعا لانه ليش يعني ممكن تستغني عن الزاب او عن الاسهم او عن الفاير بول. بدي اشوف انا هسه الزاب قدام اللافا بابس هذول الصغار. الكانونير جدا قوي قدام اللافا هان، ولكن جدا ضعيف قدام اللافا بابس الصغار. فالزاب المفروض نمسحهم كلياتهم مسح. اوكي طيب اتوقع هون ضربة زاب نايس بضربتين بدل 3، والحلو انه كمان مدى عم بتوسع، بيكون هو اول شيء 2.5 بعدين بصير 3 بعدين بصير 3.5، كل ضربة عم بتزيد مساحته. بدي اشوف الزاب قدام الجوبلين دريل، لانه الكانونير كمان برضه ضعيف قدامهم. فهي في عنا ضربة، في عنا ضربتين، وفي عنا 3. اوكي ممكن هون التوقيت يفيدك اكثر، لانه اخر 2 جوبلين ضربوا البرج، المفروض انهم ما يضربوا البرج، اتوقع يضربوا على الحالتين، بس بدك انت ايش تعمل. كمان في عنا تجربة امام السكيلتون دراجونز. يعني انا قاعد بحاول اشوف البطاقات اللي نوعا ما بتموت بس مش بالزاب العادي، وبالزاب المطور عم بتموت. انا شايفه عم بقوى كل تجربة، عم بقوى بزيادة حاليا قدام الجوبلين بارل. لو اشوف هل طبعا هو شوف عليه هي نفس الدمج، احنا يعني تأخرنا باول واحدة لانه هي نفس الدمج عم بيعطيك، فبالتالي ما راح يموت الجوبلين من اول ضربة، راح يموت من ثاني ضربة. فبين الاول ضربه والثاني ضربه راح يطعن البرج، فانا شايفه لا يعني مش هالدفاع المحكم قدام الجوبلين بارل. التجربه اللي بعديها خلينا نجربهم قدام الزابيز ماشي، لانهم دفاع صراحه جدا قوي، خاصه اذا كانت عم تلعب بال اوف مان. بامكانك تستغني عن الفاير بول، لانه هاي البطاقات الدفاعيه صراحه جدا وسخه. فانت تلعب مثل انت بتلعب بالار جي ودافع هذا الدفاع، فبامكانك بالزاب المطور انك تشيلهم. صراحة كل تيست عن تيست عم بفرق معي اللعبة. انا هون بدي اشوف قدام الرويال ريكروتس المطورين، بعدين راح نشوف قدام الجاردز هسه ماشي. اتوقع اني مش حاط الجاردز ولا حاطهم والله ما نعرف. اشوف الله هون ضربة ما بشيل الدرع، ضربتين بشيل الدرع، والضربة الثالثة يعني هو صراحة يعني منيح ومش منيح، لا يعني منيح ومش منيح.
تعرف نوعا ما منيح نوعا ما منيح. واخر تجربه راح نعملها قدام الجاردز، المفروض تشيلهم يعني بما انه هن شوي يعانوا قدام الرويال كروتس، قدام الجاردز برضه بتشيل. فهونا شوف علي، ترى ممكن الهوك يستفيد من هاي الحركه، ممكن الرويال جين يستفيد من هاي الحركه. انت بدك السبل بضربه بسرعه، ما بده وقت حتى ما يوصل، وبرضه يعني كاونتر بريدكشنات. اذا خصمك بده ياخر شوي الباتسيات عادي بنضرب ضربتين وثلاثه. فانا شايف انه هذا راح يكون اول سبل جدا اسطوري. تقييم له بعطيه 9 من 10. بالعاده بالتوب لادر دائما بياخروا اللعب، فبامكانك انت تسكر كره ثلج عملاقه فعادي بسلك الزاب بدالها نفس الشيء. فانا شايف ان بطاقه تكون جدا قويه. رايكم فيها من ريبلز، وخلونا نبلش هسه بافضل التشكيلات يلي ممكن تستخدم فيها الزاب المطور. الى الان الزاب المطور مش نازل باللعبه، انا راعي عن بالي صراحه، توقعت انه ينزل على اللعبه. كنت راح اشتري الرويال باس وافرجيكم يعني بالاكشن بالحدث انه استخدم الزاب المطور عشان تشوفوا تاثيره على التشكيلات. بس مش مشكله عادي، انا راح افرجيكم التشكيلات هسه حاليا، وانتم اللي بعدين فيكم انكم تستخدموه. انا مش عارف اذا الحركه منيحه ولا لا انهم ياخروا شوي الزاب المطور، بس مش مشكله. اول تشكيله راح نلعب فيها اللي هي البيكا بريد سبام. زي ما بتعرفوا ان البيكا بلعب باف صح، ليتل برنس اكل نيرف اخهم طبله. هسه اذا شوف علي، هن عملوا له نيرف بس قووه بنفس الوقت. هسه بقول لكم ليش. النيرف الاول اللي هو كان بدل ما يضرب من بعد 5 تايلز صار يضرب من بعد 4.5 صح. فشو اللي صار؟ صار يقرب كثير على البرج، ولما يقرب على البرج صار لما يفعل الخاصيه الجارد او الحارس تبعه صار يوصل للبرج. حلو. فهسه برضه كمان عملوا له نيرف ثاني وخلوا الجار تبعه طلعوا كثير قريب، يعني صار كثير قريب، بطل انه يضرب ل ل لمسافه ابعد. الزابي اللي لعبوا الاسهم اللي لعبهم جدا منهم مش داعي صراحه. وهندافع هنا في حال لعب الخاصيه بلعب الارشرز، ما لعب الخاصيه ما في داعي العب بالارشرز. البيكا بريدج سبام انا شايف انا يعني البيكا خص نص، في عنا كثير احنا بريدج سبام، بس البيكا خص نص شايفها من اضعف البطاقات الموجوده باللعبه. بعد البف هذا ممكن يعني الناس ترجع تلعب فيها، لانها تكلفه 7 اكسير وضربتها جدا بطيئه وسنجل تارجت. يعني اذا اغلب الخصوم هسه التوب عم بيلعبوا كلها طاقات البرودكشن فاير بول. شوفوا، لا 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 لا, لا. طيب انا عارف انه ما راح يموت لانه عارف انه معاه المطور، بس برودكشن اسطوري ويعملنا كمان لوك على البورد وما في داعي ندافع. فيعني هاي التشكيله ممكن ما تطلع صراحه، يعني انا لحد هسه مش شايف لها انه محل بالميتا، لانه زي ما قلت لكم البكا جدا ضعيف. وفي كمان تشكيلات بريدج سبام افضل من هاي التشكيله، يعني ما في داعي تلعب البكا. في معه هو بويزون، راح نخلي يضيع البويزون على ليتل برنس وقبل ما يموت بشويه. اوكي يعني هون ها استخدمناه اخيرا قبل ما يموت. نلعب الخاصيه نلعب الارشرز وبعدين ما في داعي نلعب زاب صراحه على الباتسيات. يا ما في داعي، ما في داعي العب زاب صراحه. هلا احنا هذا هنا و اوكي واو تسريع لعب. كأننا هنا يعني اخطأت بالدفاع تبعي، بس ترى بدي اضغطه. حركة الزابي اللي لعبها البويزون هاي غلط، هاي البويزون غلط. هذا هم سرعة بدي الفارس يتنك للجوست، ما تنك له للأسف. اتوقع انه خسر، يا مش راح يلحق يعني. هو عم بيلعب بسبام قال، بس هو لعبه عبارة عن سبام بحت. يا هو عبارة عن سبام. نجيب البلاي. التشكيلة الثانية، في عندي نسختين للميجا نايت. هاي النسخة اللي أنا حاب ألعب فيها واللي شايفها أنها أقوى. طبعًا يا أنا كنت فاتح لكم نسبة الفوز والخسارة، بس سكرتها وصراحة ناسي. هدول هاي تشكيلات يعني ناس وصلت فيها توب بالموسم الحالي اللي إحنا كنا بلشانين فيه هسا. فهاي التشكيلة أنا شايفها أفضل. التشكيلة الثانية حاب تلعب فيها أكيد يعني مش كده غلطت. ما غلطتش. أوكي. هجم هجمة قوية اسمح هيك يعني. هالصورة يدافع عن البرنس، اخذنا عليه دمج، راح يدافع هو عن الباندت. فبالتالي انا على السريع بلعب وينين والبركس من الجهة اليسار، والهاية الكوين صارت خاصيتها سريعة، فبالتالي عملنا خاصيتين. وبرضه كمان عصيرة الخواص السريعة جي جي عصيرة الخواص. كنت بلعب وجه الملك بس مش مشكلة. ناروتو خلوه
ثمان ثواني ولا سبع ثواني خلوه، خلوه جدا سريع يتفعل خاصيته، فتفعل انت مرتين مش مره واحده. هسه شو لعب جوي هو؟ انا ناسي. راح خليه يمسك البورش تبعي لانه صراحه ما معي شيء اعمله انا هنا. في معي هاي فلاينج ماشين. اول اخذ ولا اي ضربه، نايس اوكي. الفلاينج ماشين ما راح اكمل هجمه تمام، لان تشكيلتي نوعا ما غاليه. راح نستناها توصل نلعب عليها باندت عشان ما بدي انا برجي تبعي يتدمج. فهون الزاب صراحه ممكن كان يفيدك كثير. طيب اتوقع انه فاتت على رينج البرج صح؟ انا حاولت اتاخر قد ما بقدر، اتوقع انه ما فاتت. لا ما فاتت، حاولت اتاخر قد ما بقدر هاي عشان ايش؟ تفول الفلاج ماشين على برج على رينج البرج. اوكي هاي عشان تنك لل نايس اللعب. نايس 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 لعب الدلوق فعلى السريع. نلعب هذولا، نلعب كل اشي. للعلم الخاصية قربت، الخاصية قربت. اتوقع انه جيجا. يا لعب جدا اسطوري. التشكيلة الثالثة راح تكون لافا هوند مع ماينر. انا ما هاي يعني هاي النوعية نوعا ما من التشكيلات ما بعرف العب فيها كثير، لانه انا ما عمري لعبت ماينر دفاعي. بالعادة انا بلعب الماينرات هجوميات مش دفاعيات تمام، ولكن ممكن تلعب بالماينر دفاعي حلو، او ممكن تلعبه تانك لمين لللافا بابس اللي بتنزل من مين؟ من الكلب الحمم من اللافا هوند. فهاي التشكيله اصلا ما فيها الا بطاقه مطوره واحده اللي هي البربريانز. في تشكيلات افضل من ناحيه اللافا هوند، فيها دبل ايفوليوشن اللي فيها بحطوا فيها هنا البومبر صح دائما. فشو في معه هو عشان يصد الانفيرنو؟ مش كثير راح فيه صراحه صح. اوه ماذا حلو صراحة لعبه جميل كان هنا. يا الميني بيكاي صراحة راح ادافع عنه بس كانه غلط فيه. بس هو في معه بات سيارات راح يلعبهم على الديسر، فانا على السريع بصيدهم بالزاب تبعي. اوه امكي امكي بس في معه زاب اسهل معه هو. هل موش كثير معلم يا اخي؟ معقول هذا ماينر جميل صح؟ فما راح ارمي اسهم ليش؟ لانه في معاه في معاه وول بريكرز. راح خليه ياخذ دمج. والله معلم صراحه تكتكت دقيقه هون تاخرنا. ما كنت حاب العب الاسهم لانه في معاه هسه هو في معاه بس مطورات هسه هو. انا ما تعرف انه مطورات ولا لا، على الاغلب مطورات كانوا. فلقيت انا تنين عظمية ومت فيهم كمان انا كاونتر بوش كان فادني اكثر. خلينا نشوف بالله. راح نلعب اللافا من هنا. اتوقع انه راح اسلم البرج اليسار لانه بدي ابني هجمة وصعب ادافع نفس الوقت انا. راح نشوف كيف ممكن نلعب. راح نخلي الام كي يوصل. حلو. نلعب احنا هذا على الام كي. هذول زار. هذا هون. اوكي وهذه الحركه صح اللي عملها انه هو يكمل هجمه عشان يضايقنا، ما كمل هجمته براحته. راح نلعب هذولا صح، وبعدين ممكن هذا هنا هذا هيك، بعدين هذا هون. لا انا اسف بس لا معلم. طيب يا لعبناها صح، سلمناه البرج عشان اقدر اكمل هجمتي. بنفس الوقت هو ما عرف يعمل اي شيء ثاني. جيجو البلايد هومي. سو هذول افضل ثلاث تشكيلات انا شايفهم لحد هسه على الاغلب. زي ما قلت لكم توب لادر راح يطلع تشكيلات جدا وسخه معفنه. بعدين راح نفرجيكم فيديوهات افضل خمس تشكيلات. بكره لا تنسوا موعدنا بالبث المباشر على خمس رويال باس الماسي. نشروا لنا اللايك، تعليق جميل، ولا حد يدعمني. صرنا كوديهم بالمتجر بكل العاب سوبر سيل. المتجر صاير عمران كثير، حاطين فيه صراحه عروض. تحط هيمو بعدين تشتري الرويال بس.